بلسامك، خل بلسامك، ثوم، بصل، سمك فيليه، فلفل الوان. صوص البلسامك ليه كذا طريقه يتعمل بيها، هم تقريبا 3 طرق. انا هعمل اسهل طريقه وبعد كده هنبقى نعمل الطرق الثانيه. عاده ناس كتير قوي بتعمله بالعسل، بيحطوا العسل على بالماري، يعني بيبقى حله فيها ميه وفوقيها بوله، وبعد كده بيحطوا فيه العسل ويحطوا عليه صوص البلسامك ويقلبوا ويحطوا الملح والفلفل زي ما هم عايزين. ودي طريقه. والطريقه الثانيه بيبقى زي ما بيتعمل بيتزود عليه كريمه او بيتزود عليه دقيق وزبده علشان يتقل شويه. والطريقه الثالثه اللي انا هعملها النهارده اللي هيبقى بس فيه ريحه البلسامك، يعني بعد ما هخلص البصل والثوم وفلفل الالوان وكل الكلام ده كله يستوي، هحط بس تقريبا معلقتين خل بلسامك على كل الخضار اللي انا عملته ده، وايه وبعدين احطه على السمك. عايز اقطع كل الحاجات يعني كبيره نوعا ما علشان تبقى شكلها حلو قدام، او شكلها حلو في الطبق يعني. هولع بس النار على طاسه، هوطي النار شويه، وانا مولع عليها بقالي شويه فهوطي النار علشان ما تسخنش قوي. هستعمل زيت زيتون، لو ما في زيت زيتون اي زيت ينفع، حبه كده يعني نقول معلقه ونص، معلقتين كبار. طبعا الزيت الزيتون فوائده كتير قوي وطعمه احلى بكتير، عارف الناس كتير ما بتحبوش، بس ابتدوا جربوا زيت الزيتون لان هو افيد وطعمه احلى. بس ما تقلوش في حاجه، ما ينفعش نقلي بطاطس في زيت زيتون، عشان لما بيوصل لدرجه حراره عاليه اول حاجه بيفقد الفوائد اللي فيه، زي ما نقول كده بالبلدي بيحل من بعضه، بتبقى طعمه محروق كمان. هاخد فصين ثوم. القصه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، بصل وثوم والفلفل الالوان، هسوي كل حاجه لحد ما تطرى، بالذات فلفل الالوان بياخد شويه وقت. وبعد كده هسوي السمك الفيليه لوحده من غير اي تتبيل خالص، لان هتبل كل حاجه في الصوص. طيب دول حتتين سمك فيليه، عايز اطمن ان الطاسه سخنه، وبالذات سمك الفيليه يفضل نستعمل طاسه من الطاسات اللي ما بتلزقش، ولما نشتغل فيه نحط السمك ونسيبه، ما نقلقش بقى لو حركناه كتير هيبتدي يتهري مننا. سخنه كفايه، وهسيبه بقى وهبتدي اكمل انا ايه الصوص اللي انا بعمله. ولما نيجي نقلب السمك الفيليه يفضل ان احنا يبقى عندنا كبشه زي دي كده علشان تسهل ان احنا ننزل تحت السمكه ونقلبها. نتكلم في حوالي مثلا ايه 3 دقائق على كل ناحيه، او يعني من 3 دقائق ل4 دقائق على حسب درجه السوا. اقل من 3 دقائق هيبقى ني، فاحنا محتاجين نخليه خليها كده عشان نبقى هاخد يعني 3 حتت من كل واحدة. والتقطيعة بقى اللي تحبوها، انا هقطعه بالطول يعني زي ما بنقول. بصي هقول لك حاجة، صعب قوي حكاية البيض مع السمك ده، ما مش عارف. طيب هو موضوع السمك والبيض واللبن والكلام ده انه بيعمل مشكلة، لا مفيش يعني مفيش مشكلة خالص ان احنا نحط معاه بيض او نحط معاه اي حاجة، بس ينفع لو مش عايزة يعني خلاص، بس هيبقى صعب شويه ان البقسماط يمسك، لان هو شغلانه البيض في السمك. طبعا شكرا لاتصال حضرتك. شغلانه البيض في اللي احنا بنعمل لما بنعمل بانيه ان هو يخلي البقسماط يمسك، هي دي النقطه. فلو ما حطيناش عليه بيض البقسماط مش هيمسك كده، زي ما بقول لحضراتكم لما بنسيبها ونبقى مطمنين بنقدر نقلبها براحتنا. ابتدي بقى اشتغل في الصوص على طول. في حتت من البصل مش شكلها مش كويس، ما عندناش مشكله خالص لو الطاسه مش سخنه. المشكله في الطاسه لما تبقى مش سخنه، لما نكون بنقلي حاجه، لما بنقلي حاجه بنخاف ان الزيت ما يبقاش سخن.
طيب رجعت لحضراتكم بعد الفاصل. كل اللي انا عملته حطيت عشان اعمل الصوص حطيت الزيت وبعدين البصل وبعدين الثوم شويه ملح حطيت فلفل الوان وبعد كده بقلب بقى براحتي خالص لحد لما كل حاجه توصل لدرجه السوى اللي انا عاوزها. كده السمك بالنسبه لي استوى. طبق الطبق الثاني اللي هعمله حاجه بقى سهله قوي، يعني لو حد راجع من الشغل مستعجل مش لاحق يعمل اي حاجه بيعمل سلطه التونه بالبرتقال والزعتر والفلفل الحراق وايه والليمون. كده ادي السمك الفيليه ودرجه سوى الفلفل او درجه سوى الخضار تبقى راجعه لحضراتكم يعني زي ما انتم عايزين. طبعا ما تنسوش انا حطيت في الاول فلفل، حطيت في الاول ملح على البصل عشان ينزل الميه اللي فيه، وبعد كده حطيت تاني لما زودت الفلفل عشان الكميه زادت عشان يبقى كله مظبوط. كده خلاص بالنسبه لي ده كده تمام. كل اللي هعمله هزود عليه شويه خل بلسمك. راجع لحضراتكم بقى هسيب، طبعا قلت لحضراتكم الطاسه دي سميكه من تحت فبتشيل الايه الحراره. دول تقريبا معلقتين. لو عايزين طعمه ما يبقاش جامد قوي سيبوه على النار، الليكويد او السائل اللي في الخل البلسمك هيبتدي يخف خالص ومش هيبقى فاضل غير طعمه. لما هتحطوا البلسمك على الخضار هيطلع ريحه جامده قوي. شكرا الاول على البرنامج. الله يبارك في حضرتك، ميرسي. ودي فرصه طبعا ان احنا كمان نشوف حاجات متنوعه، لان احنا الو مع حضرتك يا فندم. مع حضرتك معايا؟ اوكي. سامع. ان احنا نشوف حاجات متنوعه، لان احنا عندنا تقليديين شويه، هو صنف واحد يا سمك مقلي يا سمك مشوي، فالفرصة ان احنا نشوف اصناف كتيرة ونبدل. بس انا عايزة اقول حاجة عن في متصلة اتصلت، اعتقد انها مدام رفايدة. تمام. كانت بتسأل على البيض مع السمك. انا مش عايزة تحط ايوه تمام. انا ما بعملوش ببيض.